فربنا سمحنا دخلت كلية الصيدلة. أنا يعني فكرة الدواء وفكرة إنه بيسكن الألم عند الإنسان دي فكرة مهمة قوي عندي، بيريح الإنسان. حضرتك عارف قضية الألم والإنسانية يعني. وإن أنا أروح الدير، فضلت الفكرة تكبر. طبعا خدت فيها مشورة أب اعترافي ومشورة المرشد الروحي شوية بشوية، لغاية ما ربنا سمح في اليوم المناسب أروح الدير. يعني ما بين تسكين آلام الجسد وتسكين آلام الروح، ده كان مسار قداسة البابا توادروس. يعني ممكن تسميها كده، لكن يعني هي أشواق بتتربى في قلب الإنسان. طبعا في عوامل بيئية، مثلا زيارات الأديرة، إن أنا أشوف أب راهب وأعجب بيه بطريقته بأسلوبه، أقرأ قرايات الرهبانية، فده كله بيساعد في تقوية الاشتياق لطبيعة الحياة دهي.